السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هاخدكم معي إلى عبق الماضي الجميل. كنت بتمشى في الشوارع هنا في برمنغهام أو في ويلز من كام يوم، وشميت الريحة الجميلة بتاعت الخضار، بتاعت الجبال، بتاعت الخرفان، بتاعت البقر، طيور، الجو الجميل الصافي، الجبال، كل هذه الأشياء، المياه، كل هذه الأشياء. تذكرت الرياح الجميلة اللي أنا كنت بشتمها لما سافر في أي بلد في العالم أو لما كنت في مصر في الوقت ده، خاصة في أيام الشتاء والخريف. تذكرت نكهة اللي كنت بتذوق بها أو أشم بها الفراولة اللي مزروعة في مصر، أو البطيخ، أو الشمام، أو العنب، العنب النباتي نوسيليس، أو التين، وإنه في نوع من التين، التين العادي اللي احنا بنسميه فج، والتين أبو شوك اللي هو بنسميه كاكتس. كل هذه الأشياء لها ريحة جميلة جدا، ما بشمهاش دلوقتي. أو التذوق، لما كنا بناكل الفراولة كنا بيبقى يوم نعيم وهنا وسعادة، ولما ناكل الناس كان ناكل بطيخ الشليان اللي هو المرمل ده يوم سعادة ونعيم هنا، أو الشمام اللي هو اسماعيلاوي الشهد العسل يوم سعادة. الوقت بناكل الحاجات دي اللي فيها ريحة ولا طعم ولا ذوق، ولا حتى الجو اللي احنا عايشين فيه ليه ريحة، ولا حتى بنسمع الطيور تغني وتزغرط وتتنطط زي ما كانت بتغني وتزغرط تنطط جلنا عندنا. كنت في يوم من الأيام واحنا في بيتنا لقينا هدهد جاي وقف على راس الشيش بتاع البيت بتاعنا في البلكونه، كان تايه، خدناه وحطيناه في لان كان ازاي وصل هدهد لغايه ما وصل لبيتنا احنا في القاهره الى اخره الى اخره. كل هذه الايام الجميله بتذكرني بازاي الفلاح الجميل ده لما كان يصحى قبل الفجر، يصحى ما كانش عنده اي حاجه ياكلها، يصلي الفجر وياخد معاه، ما ياخدش حتى معاه اكل، ما كانش بيفطر. مراته تجيله بعد شروق الشمس، يعني يكون اشتغل له 3 4 ساعات، يكون اول حاجه فتح الميه من الهويس عشان تسقي الزرعه، ولما النهار يبتدي شقشق كده يبتدي بقى يعمل الانايات الى اخره الى اخره. وتجيله مراته على الساعه 10 11 الصبحيه ومعاها ايه؟ شوفوا الاكل كان ايه يا شباب، معاها فحل بصل وقرصين جبنه قريش ورغيفين بتاو او اي حاجه معموله من البيت، وكل ده مصنوع في البيت. فحل البصل ليه ريحه جميله، الجبن القريش ليها ريحه جميله، العيش البتاو او العيش اللي هو العادي ده ليه ريحه جميله. ليه؟ لان اللي عاملاه زوجته او امه او اخته او خالته، الحاجه دلوقتي مش موجوده، بقى بح. الواحد لما بيتكلم عن تذوق عبق الماضي الجميل بيتكلم فيه عن ثقافه وحياة وقيم وأخلاقيات وأصول وعادات وتقاليد وتاريخ ومعاناة وإنجازات. كيف إن الفلاح ده كان بيعيش على اللي هو حتة الجبنة القريش وفحل البصل لغاية بليل ما يروح يتعشى الساعة 6 ولا الساعة 7 قبل غروب الشمس بعد العصاري، ويمكن ما يعيش في البيت الا حته زبده ياكلها وينام عشان يشتغل تاني يوم. وبعدين ينام فين؟ في البيت الفلاح، او نسميه يمكن مش دوار حتى، في الفرن اللي هم كانوا بيعملوا اسمه الجرن. الاوضه اللي فيها الجرن دي هي الاوضه اللي بينام فيها الولاد كلها، تبقى سخنه لان بيعملوا فيها الخبيز طول النهار والليل، خبيز طول النهار والليل. احلى اوضه جنبهم تبقى الاوضه اللي فيها الجاموسه او اللي فيها البقره اللي هم حاطين ان هي تعتبر راس مال الفلاح في هذا الوقت، هي الجاموسه اللي هي بتتحلب عشان تطلع الجبنه وتطلع الزبده وتطلع اللبن، وبناخد من الروث بتاعها السماد للارض او الجله اللي احنا بنبني بها بيوتنا هناك في الايام. فريحه جمال الماضي جميله لا نذوقها الان داخل هذه الصناديق التي نعيش فيها. ابدا ابدا ابدا. عايزنا نرجع زي زمان، زي ما كنت اقول لك كل الزمان نرجع زمان،
وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا اشتكى ولا داب حرمان، تفيد بإيه يا ندم وتعمل إيه يا فراق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.